في الكتاب الطويل الرفع حامد بابكر ده، ده ما كتاب اصله، ده الاخضر ده اتحداه ويديني اليوم الكلام ده عنده باقي كلام، مش ما كتاب اصلي الكلام. ايوه انا عشان اوريكم، ما انا ما درس لك كتابك اقراه وارجعه، لو ما ادتني له معناته اثبتت للمسلمين ده انك كذاب. صفحه 109 اديني الكتاب الاخضر ده. جيبه الكتاب الاخضر ده، جيبه 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 جيبه. وقف لي الزمن لو ما دار يديني له، جيبه لو ما اداني الكتاب معناته الزول ده كذاب. الصفحه 109 بتر الكلام بديك كتب دي كلها القراءه دي. واحد قال انه السعوديين قالوا، واحد قال انه المولد، واحد قال محمد عبد الوهاب قال كفار وقال داعش، دي كتب ناس صوفيه رادين علينا. ده ظلم منك وكذب. انا بقرا كتبك اللي الفتها بيدك، ده كتاب قلائد الذهب مشيخة الطريقة السمانية بطابط مطبوع هناك، وده الختم بتاع طابط مشيخة، ده الختم بتاعهم في أول الغلاف، تأليف عبد المحمود نور الدايم، ده شيخ منى يا جماعة سمانية. في صفحة 78 الصوفية قالوا شنو؟ صفحة رقم 78 قال: ومن كلامه رضي الله عنه أنا موسى عليه السلام في مناجاته، ده شيخ الصوفية، أنا موسى قال عليه السلام في مناجاته، أنا علي رضي الله عنه في حملاتي، أنا كل ولي في الأرض خلعته بيدي ألبس منهم من شئت، أنا في السماء شاهدت ربي وعلى الكرسي خاطبته، أنا بيدي أبواب الجنة غلقتها، أبواب النار، أبواب النار غلقتها، أنا وبيدي جنة الفردوس فتحتها، من زارني أسكنته جنة الفردوس. كفر ولا ما كفر؟ صفحة 114 قال شنو؟ قال إنه ربنا ملك شيخ ناس حامد الكون 33 سنة، أدلي شيخ الصوفية مسك الكون 33 سنة، وبعد ذاك الصوفي رجع الكون لله بعد 33 سنة، الكون ما كان حق الله، قال ما نقص منه جناح بعوضة. قال الحسين: على معبودكم قدمي وضعته يا له من عارف كاسي. طيب 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 قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وسبحان الله وسبحان الله, وسبحان الله وما أنا من المشركين.